ازيكم يا اصحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي، معاكم جودة من قناه عالم جودي. النهارده هنعمل فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو تكسروا الفيديو ده 2000 لايك. عايزينكم ايه؟ انا نفسي تقولوها واضحه مره، من كتر ما بتقولوها بطريقه غريبه الكلام بقى يدخل في بعضه. صباح الخير، صباح النور، صباح السكر، صباح العسل. النهارده هنصور يا شقايا، كنت اقول لكم يا شقايا. النهارده هنصور روتين يوم الجمعه، هنصور روتين يوم الجمعه من اوله لاخره، من اول الفطار لحد العشاء ولحد النوم، لحد ما نروح لحد ما نروح ننام. هنقول بسم الله. الروتين النهارده واليوم النهارده هيبقى مفيد جدا، خليهم يتفرجوا على الفيديو. اول حاجه الفطار بتاعنا، وقلنا هنبدا اليوم من اول الفطار علشان اللي عايز يظبط جسمه معانا او اللي عايز يظبط طريقه اكله يمشي معانا على الفيديوهات القادمه، علشان عايزين هنبتدي نلم الاكل شويه، يعني نظبط اسلوب التغذيه شويه وطريقه التغذيه، علشان مطلوب من جودي انا وجودي مبدئيا نوصل لوزن معين. انا عشان مش متعوده ان انا ازيد 3 4 كيلو، وجودي علشان جودي داخلين بقى على موسم البطولات، فمحتاجين نظبط نفسنا شويه. تمام، وخصوصا السباحه، السباحه ما بتحبش الجسم المليان، يعني لما يبقى حد مليان كده بتبقى صعبه قوي، بتبقى مش حلوه خالص، حتى يعني وسط اصحابه او جوه الميه مش مفضل ان الجسم يبقى مليان زياده عن اللزوم وكده. فقولي قلب ماما المفروض يبقى الجسم ايه يا جو يا جايده؟ رشيد. ايوه فايبريشن. قولي بقى يا قلب ماما، شفتي زيت الخروع ده؟ انا شايفه، انا شايفه. احنا جبنا ازازه زيت خروع امبارح، فضيناها على ازازه زيت عادي وخففناها كده، لان زيت الخروع بيبقى تقيل، وحطيت لها منه مره تقريبا كان زيت سحري. هي جايداء مقتنعة ان هو حول شعرها، هو محتاج مش اقل من اسبوعين ثلاثة عشان تبتدي النتيجة تبتدي تبين. هنقول بسم الله. الفطار بتاعنا قول لهم بقى كده، استني نقرب الكاميرا شوية وقول لهم الفطار بتاعنا ايه بقى. دي اول حاجة، اول واهم حاجة ان احنا ندلق طبق الخضار. اول واهم حاجة الخضار، سواء سلطه او متقطع. في ايه جايده؟ في ايه جايده؟ ماشي. سواء سلطه او متقطع قطع كبيره زي كده، اهم حاجه طبق الخضار ده، فطار غدا عشاء، طبق محترم كده، عشان هو ده اللي ايوه. او سلطه، بس سلطه من غير ملح. يعني احنا عاملين هنا، احنا كل اللي عاملينه هنا عصرين ايه؟ ليمونه، نص ليمونه. قطعنا جزر، ثواني قلب ماما، قطعنا جزر، طماطم، فلفل اخضر، فلفل اصفر. ياس ما لقيتش خيار، بس مش مشكله، المفروض ان اي خضار موجود عندهم يقطعوه وبالكتير قوي يعصروا عليه ايه؟ ليمون، نص ليمونه. قولي يا قلب ماما كنت عايزه تقولي ايه؟ تعملوا سلطه اعملوها، بس حطوا عليها بيض سلطه خضار. الفكره دي رائعه، بس خليها تبقى خطوه في الفيديو، لان كده كده كنا هنعملها. متفقين؟ باقي الفطار بتاعنا النهارده ايه؟ جبنه بيضه، وجبنه رومي، وايه تاني؟ ولانشون. الجبنه بتاعتي دي الجبنه اللي بالبسطرمه، اللي هي ايوه شيدر بالبسطرمه، جودي بتحبها جدا، والقشطه. ايوه وقشطه دي انا بحبها، بس بصوا انا عايزه اوريهم احنا حاطين قطعه قشطه قد ايه. بصوا معلقتين قشطه، بصوا اهي خلاص لا تتقلبي قلب ماما. معلقتين قشطه، معلقتين قشطه. طبعا العيش هنا عيش بلدي بس، سوري مش بس، عيش بلدي فقط. ليه بقى؟ لان احنا كنا بنفطر عيش ايه، كنا بنجيب ايه؟ فينو. والفينو اسوأ من العيش البلدي، يعني عارفين اسوأ بمراحل. فعيش بلدي ليه؟ لان جودي بقى لها كام يوم بتاكل قد ايه في الفطار؟ نص. ايوه وريهم بقى كده انت هتاكلي ايه قد ايه. اهم حاجه اللبن. واللبن ما تعملوش لبن شاي بلبن. هو لبن فقط، ومن غير ايه؟ سكر. ومن غير سكر، عشان الاول كنا بنحط معلقتين سكر، بعد كده معلقه سكر، بعد كده نص معلقه، بعد كده ربع. الحمد لله. لا حاليا الحمد لله رب العالمين، والله ما في حتى ربع معلقه سكر. لبن من غير اي حاجه. دي كده وجبه الفطار. وخليهم معانا النهارده هيستفادوا جدا جدا جدا. يلا قولوا بسم الله ويلا نفطر. نص رغيف. انا ماما بصي بقى اظبطي نفسك بالنص. خدي اسمي كلها. انا عايزاكي تقولي لهم انا قلت لك تعملي الساندوتش ازاي. املي املي. ايوه امسكي بقى كده، قولي لهم بقى انت دلوقتي كل اللي معاكي، كل اللي مطلوب منك تاكليه نص رغيف. فماما قالت لك تعملي ايه؟ املي، كتري في الحشو.
فهميهم بالراحة. يعني مثلا بدل ما تاكل برغيف عيش كامل حاجات كتير من اللي قدامها، هي ممكن في النص الرغيف ده تحشر فيه كل الحاجات اللي قدامها. يس. استنى اجيب لك معلقه للجبنه. استني بس انا هقسمه الى ربعين. وانا ماشي ماما معاكي يا قلبي هعمل ربعين. بصي المعلقه اهي ماشي، ورينا هتعملي اول ساندوتش ازاي. يلا. طبعا جيداء بتشوف جودي بتعمل ايه فبتعمل زيها بالمسطره. وريني بقى كده اول ساندوتش، هي اول ساندوتش جودي هيبقى ايه؟ الجبنه بتاعتي. اوكي وانا بس خليكي سريعه شويه. لانشون وجبنه رومي والجبنه دي بس. اوكي طب كل واحده تعمل ساندوتش بتاعها ونشوف. خلاص ماشي. اوكي يلا بسرعه بليتو. ورينا بقى كده نشوف جودي. قولي لهم بقى انت حطيتي ايه في الساندوتش بتاعك. استني جبنه بالبسطرمه. ماشي حطيت شيدر بالبسطرمه. جبنه بالبسطرمه ماشي. لانشون اوكي. جبنه رومي اوكي. جبنه البيضه كل ده في ربع رغيف. كل وريهم بقى كده الساندوتش عامل ازاي. وانا مبطره الساندوتش مقلبص. جايدتي لانشون ايوه اسمه ايه ده جبنه رومي اوكي جبنه وجبنه بيضه. مش حطيتي جبنه بالبسطرمه ملهاش تقلي عليها قوي. ملهاش تقلي عليها قوي. ايوه وهناكل البتاعه دي. ايوه جيداء جت تحط الطماطم في الساندوتش، قلت لها كلي الطماطم من بره كده علشان ما تقطعش العيش. تمام الساندوتش برضو التاني هيبقى ربع رغيف، امليه زي ما انت عايزه. تمام. اوكي اوكي في هنا جبنه فين هنا. يس نفطر ونكمل معاهم باقي اليوم. خلاص ماشي. استني قبل ما نروح يكتبوا لنا تحت هما بيفطروا ايه. بيفطروا ايه؟ ايوه حاجات خفيفه. ايوه اكيد. يلا يلا. مين اللي لابس ونازل الصلاه؟ انا. يا دوب الساعه واحدة فكده الاذان لسه مأذن والخطبه اشتغلت، فهنلحق نروح نصلي باذن الله وهناخدكم معانا. عرفنا نصور واحنا طالعين الجامع، عرفنا ما عرفناش هنصور هنصلي ونرجع نكمل تصوير معاكم. يلا تعالوا معانا بقى. من الشاطر اللي بينزل يروح يصلي في الجامع يكتب لنا تحت في التعليقات، واكتبوا لنا كمان اسم الجامع اللي انتوا بتصلوا فيه. احنا بنصلي في جامع ايه؟ عمر بن الخطاب. احنا بنصلي في جامع عمر بن الخطاب جنبنا هنا، مجمع كبير. جامع كبير قوي كده. ايوه مسجد كبير جدا الحمد لله رب العالمين اسمه عمر بن الخطاب. هو ده اللي بنصلي فيه من ساعه ما جينا هنا. صح صح. يلا بينا. بصوا بقى سبحان الله الشارع نار نار. اول ما دخلنا من البوابه بتاعه المسجد، بس هو السيدات بيبقوا فوق في الدور الثاني. اول ما دخلنا كميه طراوه لان مفيش مراوح، بس كميه طراوه لا تتخيلوها. مفيش مراوح اقصد على السلم، مفيش مراوح. المراوح جوه المسجد. مكتوب عليا اطلع سلم في بيتنا واطلع سلم في الجامع واطلع سلم في كل حاجه. يلا قولوا بسم الله ويلا بينا. نزلي بدك سنة على تعبت يعني تبقى كده. رجعنا من الصلاة. بصوا طيران طيران. بصوا فين الإسدال موجود وقعدت كده. ودخلنا جبنا طبق الشهد. طبعا احنا بنتلخبط ما بين الشهد والكنتالوب والشمام والأناناس. احنا في مصر بنقول على اي حاجة كده دي اللي هي شبه الأناناس بنقول عليها أناناس شهد كنتالوب. يعني احنا في مصر بنسميه 30,000 مسمى. اي حاجة شبهه بنقول عليها اناناس وخلاص. بس هو شهد. قولنا بقى شهد يعني ايه في البلاد كلها؟ هم يعرفوا الاناناس بس ده مش عارفة. ده اللي هو شبه البطيخ يا جماعة، بيبقى قشرته من بره صفرة او خضرة، بس ده كانت قشرته خضرة. شفنا ايه النهاردة في الجامع؟ اسمها رحمة. بيتهيألي رحمة بنوتة أمورة جدا، قابلتنا على باب المسجد واحنا خارجين خلاص وقالت انا متابعاكوا وبتفرج عليكوا، بس طبعا احنا معرفناش نتصور معاها. فاحنا بنقولك احنا مبسوطين ان انت بتتفرجي علينا يا رحمة، انت وكل اصحاب عالم جودي وجايدة. شفنا ايه سلبي في الجامع؟ مش مشغلين. لا 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 ما احنا كنا سامعين من اللي هو ايوه. شفنا ايه حاجات سلبيه من اللي موجوده في الجامع؟ الاولاد الصغيرين. بصوا ان الاطفال يروحوا الجامع دي حاجه كويسه جدا، وان انتوا بلاقيها عماله تزقني. وان انتوا تعلموا اولادكم. بليس يو يا سكر.
يرحمكم الله، وان انتوا تعلموا اولادكم يروحوا الجامع من صغرهم دي يعني حاجة ايجابية جدا جدا، بس ان انا اعلم ابني يروح الجامع يلعب ويجري ويملى مية، معلش حطيها في منديل، يملى مية من الكولدير ويمشي يدلدق بيها على السجاد، يجيبوا المصاحف والسبح ويقعدوا يلعبوا بيها. لا 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 لا، سلوك سيء جدا، أسوأ سلوك ممكن الواحد يشوفه جوه المسجد. اللي خلاني النهاردة استغربت 1000000% واتضايقت 1000000%، فأول الصلاة والإمام بتاع الصلاة، إحنا تقريبا في الفتحة وقرب يخلص الفتحة، بنت تقريبا طول جودي بس أقصر سنة شوية بس قدها يعتبر، بتتحرك ما بين الصفوف كأنها بتتمشى، شفتيها؟ مش كانت لابسة إسدال، كانت لابسة حاجة كده شبه الدريس وكم واسع كده، خلتني مرتين المفروض وإحنا بنصلي بنبص كده قدامنا يعني كده، خلتني رفعت عينيا وخلتني رحت وجيت معاها كده من كتر ما هي روشتني بتتحرك ما بين الصفوف. البتاع ده صاحي ولا ايه؟ بتتحرك ما بين الصفوف بطريقة ما يصحش خالص، ما يصحش. معرفش يعني انا لا، النهاردة في الجامعة شفنا سلوك سيء جدا ما ينفعش يكون موجود، واتمنى من كل ام قبل ما تبتدي يعني تنقضي غيرك وتتريقي على غيرك او تاخدي بالك غيرك بيعمل ايه وما بيعملش ايه، بص لنفسك وبص لابنك وبص لبنتك، بص لتربية اولادك. يعني في ناس نعرفهم مثلا التدين هيطلع من عينيهم بس ابنهم بسم الله ما شاء الله مش عاتق، يعني دايس في كل حاجة. فغلط غلط غلط، جودي هتعطس. انا النهاردة ما انبسطتش خالص في الجامعة بصراحة، هنشوف الجمعة الجاية ممكن تكون الموضوع بقى يعني افضل شوية. يرحمكم الله. يلا ناكل الشهد وبعد كده نشوف هنعمل غدا ايه. تقولوا لنا اسمه ايه في الدول العربية، خلي بالك علشان بعد الشهد انتوا عندكم حفظ قرآن. اخدتوا ايه في حصة القرآن امبارح؟ جايداء بتفتكر انما جودي في التراوه. ها انا النازعات، وانا كمان، وانت كمان النازعات. جودي النازعات وسارة كمان، حاجه من القديم اكيد، حاجه من القديم والجديد. وانما جايداء الجديد فقط، لان جايداء القديم كلهم ايه قديم برضو. حتى انت يا بروتوس، حتى انت خلاص ماشي، يعني انت حاجه قديمه وحاجه جديد، وهي حاجه جديده وحاجه قديمه، ما هي برضو. يبقى ناكل الفاكهه، لازم كل يوم يبقى فيه فاكهه، لازم. اوكي اعطاسي وبعد كده نحفظ القران. يلا بينا. استني اختك هتجيب الكشكول، احنا دلوقتي المفروض قاعدين بنحفظ القرآن. انت عليك يا جودي النازعات والمعون. جودي النازعات والمعون وجايدة سورة المعون والنازعات زيها برضو زيها. طيب خلاص اقعدي، طيب اقعدي قولي بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأي كده يا جايدة الاول والنازعات. عايزة اقرأ حديث موسى. طب اقرأي الحد، عايزة تقرأي الحد فين؟ حديث موسى. انت حافظه، انت المفروض حافظه لحد فين؟ انا حافظه، ما كنت حافظه المره اللي فاتت لحد حلقتك حديث موسى. يعني انت تعرفي تسمعيها ولا أيوة. تقرايها؟ ايوه. طب هاتي، طب اقرايها قولي بسم، قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوبي يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون إن المردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هل اتاك حديث موسى؟ شطورة. انت المفروض برضو حافظة الجزء ده. yes. طيب المفروض ان انت برضو حافظة الجزء ده، فعايزك برضو كده تقرأيه، بس عايزة اشوف القراءة زي جايدة ولا لا. يلا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نازع.
طيب يلا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا تسأل أختها عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة قرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى بس زجرة بصي اختك انا عايزه اقرا لحد 25 هنا. بصوا انا اقول لكم على حاجه لان في التصوير انا مش عارفه اقوم اقعد جنبكم ونحفظ نونو نونو على مهلنا تمام. انا بس عايزاكم تقولوا لكل اصحابكم عشان هما مستغربين احنا بنعمل ايه في الصيف. احنا مش بنذاكر, احنا بنعمل زي مراجعات وطول الصيف بنحفظ قران, لان هما مستغربين ان احنا كنا بنقرا عربي وبنتملى عربي وانجليش والحاجات دي. احنا مش بنذاكر, احنا بنراجع علشان يبقى في تاسيس للسنه الجديده باذن الله. ده اولا. حاضر عيوني الاثنين. ثانيا كل الشاطرين اللي بيحفظوا قران يكتبوا لنا تحت في التعليقات ويكتبوا لنا هما وصلوا لحد فين. متفقين؟ افصل دلوقتي التصوير واقوم اقعد في قلبكم كده وسطكم. هي يا كوكو عشان نقعد مع بعض نعرف نحفظ. اقعد وسطكم ونحفظ بقى ايه ايه. متفقين؟ يلا بينا. احنا معطلين الغدا بقالنا 10 دقايق. ايوه 10 دقايق ليه؟ كنا بنتفرج على ايه؟ ما بيعرفش يوقف. الفيلم بتاع رامي قشوع ده احنا بنموت فيه. دلوقتي الغدا بتاعنا محشي بتنجان. انا بس عايزه اوريهم المحشي البتنجان بتاع ماما مقاسه ايه. وريهم بتاعنا. بصوا المقاسات. ماما وريهم بتاعنا. محشي بتنجان وهنا في ورق عنب. استنوا علشان هنقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نازل خلاص. يا الله 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 الله. هاتي شوكه. بحب فين بقى الصبع اللي انا لفيت؟ دوري بقى انت هتطلعي الصبع اللي انت لفتيه. انت هتعرفي ازاي؟ بصوا بقى محشي ورق عنب. محشي ايه؟ محشي ورق عنب. اهو استنوا ده كده محشي الورق العنب بتاع ماما. تمام. وملوخيه وعصفور وفراخ في الفرن هنجيبها دلوقتي وسلطه. المشكله في ايه؟ المشكله ان جودي مش هتاكل ولا محشي ورق عنب ولا محشي بتنجان. جودي بالكتير هتاكل ملوخيه وعصفور والسلطه النهارده برعايه جيداء. ما تقدرش احط هريسه. طيب دلوقتي اللي هياكل كويس هحط له عصير بعد الغدا عشان نكمل معاهم اليوم بتاعنا. متفقين؟ انا هدخل الحله دي واجيب الفراخ. اللي مش هياكل كويس مش هجيب له فراخ. اساليهم بقى مين بيحب ورق العنب. انا. مين بيحب البتنجان؟ اللي زي مين. ومين مشغل التكييفات والمراوح اللي عامله في التصوير دلوقتي؟ الجو تاريخي يا فندم. انا لو شفت الناس اللي بتحب الصيف دي هخنقها. هعمل ايه؟ هخنقها. احنا بنحب الشتاء مالناش دعوه بالصيف. هناكل ومكملين معاهم باقي اليوم. نبدا بالشوربه لسان عصفور واجيب لكم الحاجات اللي جوه. يلا بالف هنا. انا بصور على فكره. انا بصور. بتقول ان هو باين ان هو عصير ايه؟ جزر. هو علشان لونه اورنج هتفتكروه عصير جزر. كنت اقول جرز عصير لا مش عصير جزر. دوقي. طعمه ايه؟ شهد. الله عليكي. احنا عملنا ايه بقى؟ احنا اخدنا القلب المسكر بتاع الشهد وحطينا عليه مكعبين 3-4 كده برضو من الشهد بعد ما قطعناه وضربناه كويس في الايه؟ في الخلاط. تمام؟ المفروض ان هو ما يتحطلوش سكر خالص, بس انا علشان يبقى ليه طعم حلو سيكا انا حطيت له معلقه سكر واحده وانا بضربه في الخلاط.
بس بامانه بصوا اولا هو لونه عامل ازاي؟ شبه عامل زي ايوه هو لونه ولا جايب مانجا ولا جايب برتقان ولا جايب جزر، بس عايزه اقول لكم طعمه تحفه. عايزاكم تقولوا لاصحابكم ايه الفرق ما بين العصير اللي بنجيبه علب اللي كنا بنجيبه والعصير اللي بقينا نعمله فريش. فريش احلى من ناحيه ايه؟ من ناحية السكريات احنا عارفين نحط كم سكر. الله الطعم كده في طعم تلج. تقولي لهم ان ده تاكلوا تلج ما جت في بقي. وبرده كنت قلتي تفيه. هو صح تفيها تفيها. اسفة اسفة دي بتتصرف منين؟ معلش. الفرق ما بين المعلب والفريش ما يعني كأن فرق بالظبط ما بين السماء والارض. ولا في مقارنه في الطعم ولا في الجوده ولا في الصحه ولا في اي حاجه. انتوا بتشربوا ميه بطعم بسكر واحيانا يبقى فيه ولون الله عليكي وممكن يبقى فيها سن الطعم حلو، واحيانا ممكن تشتروا عصير من كتر السكر اللي فيه انتوا مش حاسين بطعمه صح. ده غير ان هو صحيا بقى للجسم هو ولا مفيد ولا اي حاجه ولا ليه اي لازمه، بالعكس ده هو بيبهدل الدنيا اكتر. احنا من ساعه ما يعني بصراحه اتجهنا اكتر صح الله ينور عليكي، من ساعه ما اتجهنا اكتر للحاجات اللي هي الفريش دي لما بنيجي للاسف نتحوج للعصير اللي هو للعلب نكون محتاجينه نكون كده بنجيبه ما بيقدروش يشربوه كامل ده اولا. ثانيا حسينا بفرق رهيب. فنقول لكل اصحابنا ايه؟ جربوا وانصحكم جربوا عصير عصير فريش وجربوا خليهم يجربوا العصير بالطريقه دي. قولوا لهم بقى كده احنا بنعمله ازاي. بناخد القلب المسكر بتاع الشهد والاناناس ونحط عليه معلقه سكر ونحط عليه كم مكعب كده من الشهد او الاناناس والحاجات دي ونحط عليه شويه ثلج وشويه ميه ونضربه ايه وبعد كده نصفيه وبعد كده يطلع علينا احلى عصير في الدنيا. تمام. انا بعرف اعمل ليمون بس. انت بقيتي شطوره، هتخلصوا العصير وتقوموا تجهزوا شنط النادي عشان طيران على النادي. يلا بينا. كل ده بق من فوق كده. تاني تاني. لا ما ينفعش ننفخ بقنا كده. لا ما ينفعش ننفخ بقنا كده. نو كده ايه كده ايه ونوتي ونوتي والله ما في نوتي غيرك ولوزر. دلوقتي احنا قولي لهم لبسنا. احنا لبسنا انا وماما انا وجودي طقمنا اوريهم السكرت انا وجودي انا وجودي طقمنا زي بعض اسود وبيج. بصي طلعت فين؟ وجايداء عايزه توريكم الطقم الجميل بالسكرت. شافوا كل حاجه بالسكرت. ما تطلعش رجلكي سكر بالسكرت بالسكرت القمر اللي هي لابساها. التوب تبع جايدة والسكرت تبع جودي. نقول شكرا لجودي على اشيائك. هاتي الشنطه كده عشان السكرت تبان. نقول لجودي شكرا على اشيائك الجميله. احنا محضرين هنا خلاص شنط النادي وهنتوكل على الله. جاهزه مستعجلين مستعجلين. مش عارفه هنعرف نصور لكم اول ما ندخل النادي ولا لا عشان لسه هندفع الاشتراك وهنعمل كام حاجه، بس مستعجلين. لو عرفنا نصور هنصور لكم. يلا بينا يلا بينا. استني استني عايزه اشقلب الكاميرا اوريهم الطقم بتاع جايده. استني الطقم بتاع جايده. استني بقى استني الكاميرا مش قادره تركز. شايفين الشراشيب يا بت؟ السكيرت قمر قمر قمر. شايفين شفتوا الايه؟ الطقم بتاع جودي برضو قمر عليها. انا لابسه حاجه شبهه كده بيج من فوق وبرضو لابسه توب اسود ولابسه امسيكي وبندانة سودا اهو اهو اهو. انت رايحه فين؟ بصوا يا جماعه البروفيشنال التوب اسود وده بيج وده اسود تمام وبندانات سودا مقلباني. انا مقلباكي وربنا انا مقلباها والله. يلا بينا يلا بينا يلا بينا شقيه. يلا يا جودي هب
يلا جايدتي. يلا شاطر شاطر، شدة وشدة وبعد كده دولفين، شدة وشدة ودولفين، على على حد ما عرفتي يعني، على اللي انا فهمته. يلا شطورة يا جودي. شاطر. فين جايدة؟ يلا يا جايدة اسرع. شاطر شاطر. استني يا جود، ارجعي ارجعي يا جود. اقف وقف اللي جاي جنبك كله، ارجع على طول. يلا يا جودي، يا رب تكوني شغاله صح. شطوره. يلا جايدتي. اشتغلي ما تبصليش. هي بتبصلي ليه؟ شطوره. المفروض جودي هترجع. استنى اجيب لكم جودي من الاول. يلا يا جو. شده يمين مع وسط، شدة شمال مع وسط، وبعد كده يا رب ما يخبطوش في بعض. يلا جايدتي، حشتينا يا منوشة. حلو، شاطرة يا جايدي. وادي جودي. حلو شاطرة يا جودي. يا قلبي يا جايدتي، بتعمل الدولفين ايه؟ شاطر. استنوا بقى هصورهم دولفين، انا بحب اصورهم دولفين قوي، بحب اصور جودي وجايده هما بيعوموا دولفين. بس انتوا عارفين الاضاءه ضربه في الميه مش مخليه التصوير واضح. جميله يا جودي. فين جايدتي؟ يلا يا جايده. جايدة مش قادرة تاخد نفسها يا عيني. يلا جايدتي، يلا يا جايدة ما تقفيش، اقفلي على راسك يا جودي زي ما قالك. حلو جميل. جودي كويسة شوية، بس جودة اللي مش قادرة تاخد نفسها. حبيبتي يا جود، هي جايدتي. تقولي له الزعانف اتقطعت؟ قولي لي انا صوت عادي، قولي لي انا. بصي روح قولي له الزعانف اتقطعت، تعالى انا هاجي معاكي وانت شغالة ونشوف رد فعله هو هيبقى ايه. هتروح تقول له الزعانف اتقطعت، نشوف الزعانف اللي اتقطعت. على فكرة هي مش عارفة تعوم من بدري بسبب ان هي مقطوعة وخايفة تقول. يلا يا جود. جايدتي حط صباعك في بقك ليه؟ يلا يا جودي. من نص الحمام انت جاي لوحدك قاعد تتفرج، انا واقف قدامك. حلو يا جودي، حلو حلو.
بصوا بقى بصوا بقى احنا خلصنا تمرين وخارجين نجري عشان متاخرين متاخرين في المروح وما عرفناش نصور لكم واحنا داخلين علشان كنا برضو متاخرين في المجاي. احنا على طول متاخرين يا فندم. احنا دلوقتي قولوا لهم انتوا بقى. ها تمرينه جميله رائعه حبيتها معلش رائعه رائعه وناس حبايبنا كتير جدا جم النهارده مبسوطين باليوم اكتر من رائع. ده اولا معانا زبدو. بصوا الشنب الابيضي كده معانا زبدو هيشربوهم ماشيين في السكه وبعد كده هنروح ياكلوا حاجه هيلثي كده سريعه ونقول لكم نختم هنا في البيت. يلا بينا. القطر رايح فين؟ ايه ده نقطتي على نفسك كده يا كده نو خالص كده نو كده نو خالص. خدي خدي منديل خدي. طيب الحمد لله اليوم خلص على خير. رجعنا من النادي. انت بلتي المعلقه كابتن كابتن المايو هيتبل. ما هو المايو معمول عشان يتبل. نقول الحمد لله اليوم كان رائع اليوم كان رائع. امسحي بقك من هنا يا قمر. الحمد لله النهارده كنتوا كويسين جدا في الميه. كل اللي كنت مخططه ان هو يتعمل النهارده الحمد لله تم على خير. يس اليوم بقى انتهى بايه؟ تعالوا كده وروهم اليوم انتهى بايه. الشهد بالزبادي. ايوه زبادي بالفاكهه. زبادي اي فاكهه موجوده عندكم. لو عايزين تحطوا معلقه عسل حطوا، لو عايزين تحطوا كيس فانيليا بالسكر حطوا، مش عايزين خالص مفيش اي مشكله، حطوا الزبادي على الفاكهه وقلبوا وتعشوا عشوه خفيفه علشان الدنيا ما تتلخبطش مننا اكتر ما هي متلخبطه. جودي جودي احنا بالظبط ماشيين على النظام ده بقالنا اسبوع ما كملناش الاسبوع، فجودي حاسه ان هو جاب نتيجه واو. زي جايده لسه مستخدمين زيت الخروع امبارح محسساني ان شعرها بقى هايفه وهبي خلاص يعني. بصوا بقى واو برضو. الحاجه لازم محتاجه وقت عشان تجيب نتيجه. اوكي اليوم كان حلو جدا. المفروض هتاكلوا ايوه الزبادي ده وتناموا. فيلا قولوا لهم بقى باي باي. لو عجبكم الفيديو تعرفنا لو عجبكم نايمين لايك وشير سبسكرايب على الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده. باي باي. صباح على خير. ايه هي قالت ايه؟ اتقال مفهوم. اتقال مفهوم قصدها الخاتمه اتقالت مفهوم. هاتي بوسه.